مساء الخير على كل مستمعين الأوفياء لاستماع برنامج بكل وضوح. دائما رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس الأستاذ مامون مبارك الدريبي. مساء الخير أستاذ، مرحبا. مساء النور للسنة، مرحبا لله، بارك الله فيك. الله يبارك فيك وبداية أسبوع موفق إن شاء الله. الله لله، بارك الله فيك أنه عليك جميع الناس. يا ربي أمين. اليوم أستاذ غادي نتكلموا على عدد من الناس اللي تيكونوا عندهم عمل ديالهم إمكانيات مادية، ولكن ملي كيتزوجوا كيدخلوا المسؤولية وكيعيشوا الثقل ديال الحمل ديال الزواج وديال الأطفال والعناية بالأسرة، اما الزوج ولا حتى الزوجه، واحد فيهم يعني اما كيهرب بالتراجع والتفكير في الفراق يعني وانهاء الزواج، ولا كيبدا واحد فيهم يتقل الاخر بالمسؤوليه ديال الاسره وبالحمل. فواش هذا يعني هروب من الواقع ديال المسؤوليه، ولا نقص في النضج، ولا شنو حقيقه الامر؟ هو تحمل المسؤوليه عندها هي ثقافه، ثقافه كي يعيشها الانسان مع والديه، يعيشها مع احد افراد العائله، او لا كيدرب عليها في المقاوله ولا عند شي معلم. هاد تقول المسؤوليه خصو تدريب وخصو وعي وخصو محبه، لكن لا سمحتي قبل ما نخوضوا في هاد التفاصيل، كاين دائما مدد فكري، ماده فكريه وراء كل عمل، وراء كل إنجاز، وراء كل شيء كاين مادة فكرية. إلا جيت نلخص القرآن الكريم كله جوج كلمات، السمع والطاعة، تيستلحيزو كله، تيربي فينا وتيجعلنا نكونوا من أهل نسمعوا ونطيعوا. ولقيت لله أنها أصعب حاجة هي هذه، صعيبه 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 بواحد الشكل. شتي ولاو يجي الانسان يكون كيما كان في التدين، ولا يصلي ولا ما يصليش، ولا مخلق ولا ما مخلقش، مربي ولا ما مربيش، مقصر ولا عنده واحد النقطه ولا جوج في السمع والطاعه كيتبلوكا الانسان. فهاد الزوجين وهاد النقطه هادي جلتني نتامل فشل ربات البيوت علاقتهم مع الخادمات، عندها علاقة هذه ماشي السمع والطاعة هذه اللي غنقول، وهي اللي صبحت كتخلق لنا فشل كبير في علاقة واحد العدد المواطنين مع السلطة، وغتخلق لنا مشكل كبير ما بين الشغيلة والمسير والمسؤول في المقاولة. هو كيفاش تجعل من واحد الشخص مرجع لك، وتكون بينك وبينه نسبية في السلطة؟ حيث الإشكالية المادة الفكرية في الموضوع اليوم، إن علاش واحد أو الآخر كيهرب بعد ما تيختار المرأة ولا المرأة كتختار الرجل، وما تيكونوش شي مساوئ وما تيكونوش شي محاسن كبيرة، كيكون إنسان عادي بخدمته بشخصيته فيها الصالح وفيها الصعب، ما كاينش واحد اللي كله عسل هندية، راه كلنا فينا قشرة وشوك. الإشكالية هو بزاف الناس كيبغي ياخذ الآخر مرجع، ولكن ما يبغيش السلطة ديالو. هو أي شخص، هذا هو الخاصية الإنسان، تديرو مرجع تينزل عليك بالسلطة، يعطيك ملاحظة، يعطيك أمر، يعطيك انتقاد، يعطيك طلب، الحاليك يتخاصم معك. والبيت الزوجية عنده هذه الخاصية، ان كيفاش غتكون هي مرجعية ديالو وهو مرجعية ديالها، كيفاش غادي تصبح هي داخلة واحد النفوذ سلطة بلا ما تعيش وتعيش التسلط، وكيفاش هو غيكون مصدر الالهام بلا ما يدير لها التاطير ديال الحارس ولا ديال المرويد ديال الحيوانات في السيرك. عندنا واحد الجمله انا شخصيا ماشي ما كنحبهاش، كان كتفزعني، هي مشى جابها صغيره باش يربيها على يديه، شي كارثه.
وهي خداتو مسكين ما كيعرفش ودارت منه راجل الا كوارث. فعلاش عندنا واحد العدد كبير ديال الفشل ربات البيوت مع الخادمات؟ لان ساهل ملي كتكون انت مثلا عندك واحد نجاح اجتماعي ولا عندك واحد تكوين ولا عندك واحد الوضعيه انك تجعل من واحد الخادمه ولا عساس ولا شيفور مرجع اللي ما يقدرش يدير لك السلطه. شحال من واحد كيستاشر من العساس ديال الجرده ديالو، شحال من واحد كيستاشر مع الشيفور ديالو، كيتذكر معاه في امور الاولاد، كيتذكر معاه زعما تواضع منه، زعما حيت عنده هو المساواة، حيت راه دم سنانه انه يجعل من المرجع شخص قده، سواء الصفة او العلاقة. فلاحظتي المادة الفكرية اللي غادي تعطينا اليوم الغطاء لهذا الموضوع، من بعد ندخلوا في واحد السلوكات اللي كتجعل من بيت الزوجية كيهرب واحد فيهم، هو هذه النقطة هذه اللي على عقلتي قلت لك 2016 وضعها وما قدروا، اللي هو التقدير وما قدر الله حق قدره. هاد قدرة ديال التقدير، واحد العدد من الناس كينطلق تقدير عنده يقدر الناس، يقدر الوضعية، يقدر المغامرات، يقدر ما تيقدرش نفسه. وهي من خصها تنطلق من نفسه. شوف الله سبحانه وتعالى كيفاش كي يعطي لها واحد توضيح سورة النساء، وما أدراك بسورة النساء، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. شحال واضحة ولا؟ إذا علاش عند إخواننا الشيعة يسميو الرجل ديالهم في الدين المرجع؟ حيت اللي ما انتبهناش للمصطلحات والمفاهيم كيبغيو ينعتوا به بانه مرجع لا سلطه، وده خطا. راهما عندهم مرجع وسلطه، ولكن كيدرقوا السلطه باش يبين لك غير المرجع. شنو هو؟ تجعل المراه من رجلها مرجع، ويجعل الرجل من مرته مرجع. وعلاش دم سنان واحد العدد صباح اليوم نفور كبير حول الطاعه والسمع؟ المرجع هو ملي كتقوم بواحد الفعل وما كاينش هذاك الراجل معاه هي، او لا قام هو بواحد الفعل وما كايناش مرته معاه، كتستحضر هي وكيستحضر هو الذوق ديالها والراي ديالها حيت حافظها، وتيقوم بالانجاز. بغي يختار واحد الصباغه، واحد اللون في حيط وهي مسافره، ما يقدرش يصيفط لها مثلا في الصوره ديال الشانتيون في التليفون، يعرف ذوق زوجته، فتيقوم بالاختيار بذوقه بذوقها. قالك هذه هي المرجع الحقيقي. شنو تعودوا الناس يوهموا بعضهم البعض؟ وانا حبيبه من يدك الهادي ليدك الهادي، يعني حطني في هذه البلاصه ولا حطني في هذه البلاصه غتلقاني راضي وراضيه عن الاختيار ديالك. ايوا وهم، لان الشيء اللي قال لك هكا عارفو غيطحنك طحين، لان الانسان بطبعه شرس وخصو الترويض، هو يروض نفسه. عندك شي واحد يجي يقول لك روض لي وثق به، شي مرة تقول لك انا عافاك وغي نتزوجو وعلمني على يديك، هذا المسح راجل هرب هرب ما تثقش. والراجل اللي لقى المراه يقول لها انا ياك نخاف الله وانا حبيبه ما غتشوف مني، هربي. هذاك اللي غيقول لك انا كنسمع الراي وما كنناقشوش، وهم. حتى ما قلتش كذب هنا، راه ماشي واقع من الكذب، هذا وهم. علاش وهم؟ لان الوصول لحقيقه نفسك خصك تكون عندك قواعد تقدير، وقواعد تقدير والله ما توصل ليها الا ما دخلتي فيها واحد 30 40 عام وانت عايش مع نفسك باش وشوف تشوفه. راه خصك المرايه تصحح، المرايه تصحح راه هما الصالحين، وكيجي كيتقابل معك تيقول لك شوف. إذا هذا الراجل وهذه المرأة اللي غيدخلوا لبيت الزوجية وغادي يكون كل شيء موجود، وغتلقى واحد الشخص ديما تيتعقل كيتهلك ما يقابلش هذيك أبسط الأشياء اللي هي السيرورة ديال الحياة اليومية
وعيا منها وانا عييت وانا عييت. لان هنا راه كاين هذه الماده الفكريه انه جعل منها مرجع، لانه هو اصلا في نفسيته وفي تربيته وفي شخصيته ما تيحبش السمع والطاعه، ماشي بالشكل الله يجازيكم بخير الفولكلوري اللي شفتوها في واحد الافلام عربيه، سمعا وطاعه يا مولا، ماشي هذيك. حنا واذ قالوا سمعنا واطعنا، اش كتعني سمعنا واطعنا؟ كتعني ننساق ونختار ونسأل من بعد، كنفذوا ومن بعد كنجيو نسولوا علاش قلتي لي نديرو هكاك، انا درتها بغيت نفهم علاش هادي ماشي هكا، ماشي ودير قضي وقول لي علاش. لا حنا كنفذوا، هادشي كنقول الناس خص يكون الانسان في مقام الحمار وقام البغل، راه ماشي يعني مقصود هو الانسان يتجرد من الذكاء ديالو ويصبح بحال الدابه تيمشي في الطريق. لا، هو واحد الواحد، علاش حاسميتنا مسلمين؟ هو واحد اللحظه تتسلم بذكائك وبعرفك وبجربتك لواحد الشخص، لانه هو بغاك تخضع في هذيك اللحظه. ثم بعد ما كتمشي للخضوع كتقول له مرتو عافاك العشيه دخل بكري، وعرفتي راه يقتلها، علاش بغيتي ندخل بكري؟ خاصك تخبريني قبل ما هذه سيمانه، وعلاش امك وباك ما بغاو يجيو حتى لهذ الليله؟ تخيل قالت له ادخل بكري شحال، وتبقى تشرح له وتقول له تسخف تهدف هو عاوتاني الله يخليك يا حبيبه لا كذا وكذا لا ما دير هادي، علاش ندير هادي وانا ماشي في البرنامج بغيت ندير هادي، وانت دائما كتعودني بحال هكا، واش راه ما عنديش شخصيه وما عنديش وجود معاك وكتصرف فيا بحال اللي انا راه اشارتك يا ودي، تاخضع في هذيك اللحظه ومن بعد. اذا هنا هاد الثقافة ديال سمعنا وأطعنا راه ولات سمعنا وحللنا وفهمنا ما استطعنا وناقشنا وعللنا، ربما غادي نطيعوا 1% هادي راه غدا وكتكثر عندنا في المجتمع. ثم ندخلوا تفاصيل ديال العلاقة الزوجية، هي الإنسان وخاصة المغاربة عندنا واحد العرف التأطير، نعرفوا نكادريو واحد الحاجه كنعرف كاين شي مغربي ولا مغربيه قاري ولا ما قاريش اللي ما يعرفش ياثر، كنعرفو ناثرو، هادي جاي عندنا في التاريخ، حنا الشعب عندنا حضاره، كان المغرب امبراطوريه، كان الناس عندهم كندوي هنا القرون، راه هادشي قديم كيعرفوا ياثرو. لهذا لعقلتي درنا واحد الحلقه واحد النهار على القوه وحبنا للقوه، وفيها فين رفعتها بانه هي ماده خام خصها تغلف، وفين كتغلف كتوصلك المقام المجاهده. وسمعت في قناه السادسه واحد البث مؤخرا ديال واحد المذكره كانت مع شي واعظات وشي عالمات، وملي تكلموا على هذا المقام ديال المجاهده في الله، واحد السيده قالت لابد من الاتباع وخصنا نقتادوا، كيظنوا بانه لروجوا الواعظين والفقهاء والعلماء المقام الاتباع، وخاصة اتباع رسول الله والصحابة والهدى غادي نسلكوا في المجتمع. هذا تبسيط سهل بزاف الإشكالية والتحديات اللي عندنا في المجتمع المغربي وفي المجتمع العربي الإسلامي. الاتباع بوحده ما غيفكش المشكل، خصنا نجعلوا بيناتنا صراحة في أننا ننتقدوا الواقع ديالنا، واش حنا اللي خلقناه ولا نزل علينا من السماء. قبل ما نقول الشباب الاتباعي راه خصنا نموذج نتبعوه، ولكن علاش البيطله ما قدرناش نفكوا المشكل ديالها؟ علاش ما قدرناش نفكوا المشكل المقاوله الخاصه؟ علاش ما قدرناش نديروا واحد الولوج لهذيك الثروات اللي كاينه في البلدان العربيه الاسلاميه بشكل ماشي غنديروه بشكل شيوعي ولا بشكل ماركسي، لا، بواحد الشكل فيه نوع من التسهيل. علاش ما قدرناش نفكوا معضله ديال التعليم؟ علاش ما قدرناش نفكوا معضله العداله ما بين الرجل والمراه؟ علاش؟ فلاحظوا هنا غادي نجي ونحط الاتباع ونخلي التحديات ما ندويش عليها وما ننتقدهاش، والمجتمع ما يحلش فيها واحد المذاكره وواحد واحد الصراحه بقوه، لان كاين لوبيات كتدافع. اذا حنا ما خصناش نجيو ونحطوا الصوره ديال النبي صلى الله عليه وسلم، ونحطوا الصوره ديال 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 واحد السلف الصالح، ونقولوا لا ما كاش الاقتداء، يعني
راه المجتمع فاشل حيت ما كاينش الاقتداء. الله يجزيكم بخير، خليو مقام النبي صلى الله عليه وسلم عنده الثقل ديالو، اما الاعمال ديالنا والانجازات ديالنا والمشاكل اللي عندنا في المجتمع راه مسؤول عليها المجتمع باكمله، فيها الظلم، فيها قسوه القلب، فيها الجهل، وفيها وفيها فيها واحد النوع من الطيف والحيف كبير. فما نجيوش ونديروا واحد لغه كورسي، نديروا بحال هكا واحد التقصير صغير ونقولوا المشكل الحل ديالو هو هذا، ابدا ما عمر الحل ما غادي يكون في اننا نروجوا واحد الصوره جميله النبي صلى الله عليه وسلم ونقولوا الاتباع. الناس راه باغيين حل في الواقع ديالو، علاش قريته ما وصلتوش، علاش التكوين ديالو ما وصلوش، علاش العمل ديالو ما عطاهش واحد الصالير اللي كنشوفوا حنا هاد المصيبه ديال 1000 مقاوله لو ترافاي انتيريمير. ايوا لا دابا شنو نقول للشاب الاقتداء وواحد كيدخل الله يرعى ظهره ونجعلوا الناس يوليو حماق. اذا لاحظتوا خصنا الماده الفكريه ماشي نجيو نروجوا ليها حيت موجوده، حيت خصنا بعدا نقيو الواقع بحال ديك السوسه ما تيعمرها الطبيب حتى تيحيد ديك السواد اللي في السنه وتيخليك سيمانه بواحد الفاصمه عاد كيجيو يدير لك هذيك العجينه باش يسد لك هذيك الثقبه. مستمعينا لو سمحتوا غادي توقفوا مع فاصل ونرجعوا مباشره لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه على 0522 46 72 50 51 52. ورجعنا لكم مستمعينا دائما من خلال البرنامج بكل وضوح، وغادي نواصلوا وناخذوا المكالمات الهاتفيه اللي معنا اليوم. معنا اول مكالمه، معنا احمد من غفصاي. اهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تحياتي وتحيا الاستاذ الدريدي. مرحبا سي احمد. الحسيني احمد معكم. مرحبا. عقلت عليك سي احمد. غدير السيد لاباس والله الا تحسنا غدير. توحشك الخير والرباح الشريف. راه تفضلت بحال اللي كاين معنا انت هنا. بارك الله فيك سيدي احمد. تحياتي ليك وتحياتي للاستاذ اللي معك المخرج. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك. وكنشكرك بعد على هذا على البرنامج الاولى كيتعاود بالليل بعد. الحمد لله الحمد لله. واحد التحيه خالصه. مرحبا بك سيدي احمد، بارك الله فيك. بارك الله فيك خويا، مرحبا بك. استاذ انا عندي واحد المشكله. خير ان شاء الله. وقع لي بحال بالارج. ياك والواز. والله الا جيت نقب عقيقه نقب زعران نقب عقيقه دخلت لي في اللسان ديالي. ياك والواز، خير ان شاء الله. هذاك المشكل مازال عندي ذاك المشكل مع ذاك المراه ما بغاتش تفك معنا كاع. لا حول ولا قوة الا بالله. دابا هي راه بعيدة وانا بعيد وانا عندي دابا شي 8 شهور. لا حول ولا قوة. ومسكينة مريضة ما نقول لك الصراحة ما. وبغات المشكل ما بغاتش يتفك لي كاع. لا حول ولا قوة الا بالله. ديما مسكينة لا حتى مريضة ما عندهاش شي صحة زعما ديال الراجل ولا شي حاجة. الله 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 الله. هذاك هذاك النفس اللي كيعطي لك شهادة طبية زعما الصراحة مزيانة ما كيشوفوش بنادم كاع. لا علاش أستاذي؟ انت دابا كيمشي يجيب شهاده طبيه بلا ما يمشي لا مراه ولا راجل ما كاينش والو يعطيوها له الانسان والراجل ولا المراه كيكونوا مراضين. فهمت انا هذا الشيء والله ما فهمت بالله. لا حول. شتي سيدي احمد، الانسان ما تيوقفش بوحده بحال النبته، ما كاينش شي نبته باقا صغيره كتطلع بوحدها، كنديروا ليها واحد القصبه ولا واحد العود بجنبها ولا بعد النبات كنديروا جوج العواد وثلاثه. شوف كاع الناس اللي خدامين في في في, في الجرده منين نبت لك واحد شجرات ولا راه كتكون غير عود لاوي مدلي وكيدير واحد جوج قصبات وكيشد واحد القنيب هكا واحد القنينبه وكتبقى هذيك النبته غاده وطالعه طالعه وكتقوى وكتعمر. علاش النبي صلى الله عليه وسلم اعطانا مقام الصحابه وراه لينا، وهو الوحيد في الانبياء اللي عنده مقام الصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم واحد تلقى واحد المحتوى في الفكر الوهابي الله يثبتنا ويثبتهم، يقولوا عن محمد عن جبريل، غتلقاوه في الامداح ديالهم وفي هذا غتلقى دائما تيقولوا عن محمد عن جبريل، كيجعلوا ملي كيقولوا هكا كيجعلوا من جبريل هو العنعند على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا خصنا نقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله جبريل، تزاد. جبريل راه مرسول روح وسيطة ما بين الله والرسول اللي اختار. والنبي صلى الله عليه وسلم عطانا إشارة، قلت لكم العلم عندنا حنا في الفكر الإسلامي
صريح من عند القرآن، صريح في الحديث، وصريح في السنة العلماء. فإذا عندنا معلومة وعندنا إشارة وعندنا رموز. من الرموز ديالنا احنا الهلال، البدر، النجوم، الشمس، القمر، هادو رموز. فملي كنشوفو احنا البدر ما كنشوفوش غير قمر هكا فيه الضوء، كيذكرنا بالرمز اللي هو الجمال. النبي صلى الله عليه وسلم في البدر عندنا احنا في اكتمال، في الاكتمال ديالو رمز من رموز الهلال، رمز من رموز ان الاسلام بدا. ففي البداية ديالو احنا الهلال تفكرنا في بداية الاسلام، هذه هي الدلالة بالرموز. ثم كناخذوا المعنى بالإشارة، الإشارة من اللي النبي صلى الله عليه وسلم تيقولنا في الحديث جاءكم جبريل يعلمكم دينكم. علاش ما قالش جاءنا جبريل يعلمنا ديننا؟ لاحظتي قال في الحديث جاءكم، قال الصحابة، قال سيدنا عمر واش عرفتي شكون الرجل شكون السائل؟ جاء واحد الرجل كيقول الحديث راه كيعرفوه العلماء وفقهاء وحبابنا في الفكر الاسلامي، كيتسمى الحديث ديال جبريل. دخل واحد الرجل كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، لابس مزيان مع الشط ما عليهش الغبار ديال السفر، يعني بحال شي واحد اللي عاد نزل دابا، ودخل وبرك مقابل مع النبي صلى الله عليه وسلم، تيقول له ما الاسلام يا محمد؟ ما الايمان يا محمد؟ ما الاحسان؟ صار كيجاوب ملي سال هاد الاسئلة ديالو نصعرف. فتلفت النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر قال له يا عمر واش عرفتي شكون السائل؟ قال له الله ورسوله اعلم. قال له ذلك جبريل. الله وجههم بعدا شافوه هما كاملين، يلا شو مقام الصحابه شحال قوي. فقال له جاءكم يعلمكم دينكم، ها هو شوف كي. ثم ها الاشاره الثانيه فيها تكون في الاسراء والمعراج، ملي وصل لسدره المنتهى وقال له سيدنا جبريل يا محمد تقدم. قال له معي يا اخي جبريل. قال له لا، إذا تقدمت اخترقت وإذا تقدمت احترقت. ها جوج. إذا ملي كيجي واحد في المذهب الوهابي وتيقول لنا عن محمد عن جبريل، إذا هو عنده قصد. هذه المدرسة الوهابية فين أنا ما كنقبلش هذه البلاصة هذه. إحنا المغاربة عندنا واحد الحب لسيدنا رسول الله بواحد الشكل ما يتصورش. ماشي كنحبوه حيت هكاك عاميين، كنحبوه حيت عارفين قيمته. كنعرفوا قيمة سيدنا رسول بواحد الشكل كنعرفوه مزيان المغاربة. فهنا اش كيقول هو في الفكر الوهابي تيقول عن محمد عن جبريل، كيجعل من النبي صلى الله عليه وسلم درجة ثانية، وكيجعل جبريل درجة الأولى. إيوا كان درجة الأولى علاش ما دخلش معاه في سدرة المنتهى وتبعوه؟ علاش وقف؟ علاش وقف؟ علاش واحد الحديث لقيته في الآثار مازال ما ضبطتش المرجعية ديالو مزيان، كنبحث فيها مع العلماء، ان حوار دار ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل، قال له يا اخي جبريل كم عمرت؟ شحال في عمرك؟ قال له على راس كل 70,000 سنة كنت كنشوف واحد النجم كيدوز في السماء. قال له لحد الان شفته 70,000 مرة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك النجم هو انا، هو النبي صلى الله عليه وسلم. علاش في آية الكرسي الله الذي لا إله إلا هو والإمام ينوب عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي توفى واللي احنا غايب كنقولوا له هو؟ قلت لكم في الإعراب بعض المصطلحات ما تعربش مفعول به، ولو في الإعراب موضع مفعول به ما تقدرش نقول مفعول به ما كيجي اسم جلالة اللي هو الله. ما تقدرش تقول في الإعراب إلا جات كلمة الله في موضع مفعول به ما كيقولوش أهل الإعراب مفعول به، يقولوا فاعل مطلق. وكتحرك هي هذيك البلاصة، هذيك اللفظ، هذيك الاسم ديال الله كيبدل الإعراب. ولو قلت لكم في البنية الإعراب اللي كيعرفوا اللغويين خصها تكون مفعول به، كتبدل وكيولي فاعل مطلق لأنه فعل ما يريد. ما يمكنش الإعراب تهيمن عليه، ولو البنية الإعراب تم خصو يكون مفعول به ما تيداش مفعول به، يتبدل. إذا هنا شنو تيبين هذا؟ أن ما عرفناش نعيشوا في حياتنا اليومية بمقام الصحابة. كنعرف أمي، أبا، خوتي، مرتي، ولادي،
ولكن واش نقدر نجعل من امي وبا ومرتي وولادي مقام الصحبه؟ تقدرش ترقى بهم مقام الصحابه لان خصك النورانيه ديال النبي صلى الله عليه وسلم. حنا كنقدروا نديروا غير المصدر. ديك ليزون نقدروا ناخذوا غير المصدر ونخرجوا منه التفرع، حنا نقدروا نكونوا غير فرع. اذا كنا غير فرع متصل بالاصل رهاني الانا. اذا كيفاش نجعل من علاقتي مع امي وبا ومع خوتي ومع الزوجه وهي مع راجلها والولاد مقام الصحبه؟ مقام الصحبه يقتضي الرأفة، ولكن مقام الزواج يقتضي الحاجة. مع أمك وأمي في الجوع وأمي خصني فلوس وأمي باغي هذا وأمي شتي الحاجة، مع با وأبا خصني فلوس وأبا خصني هذا الحاجة، مع أختي عافاك أنا ما درتش أختي هذا الفرض صيبيه لي وعطيه لي أنا نصيب وندور معك الحاجة، مع أخوك عافاك أخويا أنا باغي نمشي كذا وأنت عندك هذيك السبرديلة واعرة وباغي هذا الحاجة، مع صاحبك ووصلني بالطوموبيله وكذا هالحاجه. مقام الصحبه الرأفه. الرأفه تقول العرب يكونوا مسافرين والعرب القدامى كانوا كيسافروا بزاف كانوا تيقولوا الرفيق قبل الطريق. يقول لك انتي قافله غاده شاده الطريق وكتقول وراه ما غنديروا استراحه حتى للصويره، وراه عرف اخويا راه عندك واحد الرفيق. شوف الرفيق عندنا حنا بالعربي اش كتعرف شنو فيها؟ شنو فيها؟ يا راك تبارك الله عليك في اللغه الرفيق. اعطيني اعطيني المصدر اعطيني المصدر. الرفقه. الرفق وشنو هو الرفق؟ هو الرأفه. شتي؟ اذا هنا الى بغينا مقام الرحمه، واحد معايا شنو يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا حزن ولا نصب حتى الشوكه يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. لاحظ معايا السي حمد بن غصاي. والذي نفسي بيدي، عرفتي قسم النبي صلى الله عليه وسلم، عملتي قسم ثبت. لا يصيب المؤمن هم ولا حزن، يمكن لك تعربها تشكيلها حتى ولا حزن مثل العرب انذاك حزن، ولا نصب حتى الشوكه يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. معنيتها ما معنى كفارة؟ قلت لكم الله يبدل سيئاتهم حسنة، ماشي يحول، يبدل، يهز هذيك السيئة يعطيك في موضعها حسنة. هذيك السيئة ماشي يقول لها غبري، يقول لهم عطيوها اللي كان سباب، كيف يقول المغرب الله 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 ياخذ الحق اللي كان حيله سباب. ها اذا هنا السي حمد شنو خص؟ الرأفة. الراجل عنده واحد الصورة ذهنية، مرتو خصها تقابلو، خصها تكون بيه، خصها تنعس معاه، خصها تتعوق. مرضات، جا اكتئاب، شرفات، طاحوا لها سنانها، هبط لها صدرها، اش نديرو؟ سير جيب بعويد. عندنا الثقافة هذه خصنا نذكروا فيها. مرخص لينا ربعة ديال الزواج، ما معنى رخصة؟ رخصة واش أمر تنساق إليه أم تدبر؟ ما معنى تدبر؟ تدبر هو يقول لنا فإذا كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لاحظوا معايا ما معنى الكره والكره؟ الكره ما فرضه آخر عليك، والكره ما افترضته عن نفسك، يقول أهل اللغة. إذا فإذا كرهتموهن، ما قالش لنا إلى حقدت عليهم، قال لك إلى جاك الكره. فما هو الكره؟ حملته أمه كرها، معنيتها الفريضة جاتها خارج اختيارها، وضعته كرها. ما هيش اختارت النهار والساعة اللي غتولد فيه، هي كتعرفها دخلت في المرحلة اللي غتولد، قالت كمل لي 9 شهور، ولكن واش غدا الجمعة ولا السبت الصباح ولا خميس باللي ما كنعرفوش، حتى تيبان لك مسكينة يتسرب ليها الماء وكتبقى تغتوجع وتغوت كتقول لك ها هو غنولد. إذا هنا فإذا كرهتموهن كيعطينا إشارة، تيقول لنا واختاروا من عندكم، هذا كيقول لنا يا ايها الذين امنوا، تيقول لنا المؤمنين
اللي تلقاوه في القرآن يا أيها الذين آمنوا، يعني أنتم قمتم بفعل اختيار الإيمان فهل أنتم صادقين؟ أنت اختاريتي مشيتي واحد الأكاديمية وتسجلتي فيها قلتي أنا بغيت نكون مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، مزيان اختاريتي مزيان، قدرت صبر راك تسجلتي. إذن فيما تذكرنا يا أيها الذين أمنوا، يعني يا أيها الذين اختاروا القيام بفعل الإيمان عن وعي، طواعي مختارين، ماشي 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 واحد هدد. إذا هنا خصنا شنو؟ مقام الصحابة. كاين وهنا النساء، قال عندنا شي فاصلة كذا ونرجعوا لهم. فاصلة مستمعينا ونرجعوا نواصلوا برنامج بكل وضوح. ورجعنا لكم مستمعينا دائما من خلال برنامج بكل وضوح، ومازال كنستقبلوا مكالمتكم الهاتفية. ناخذوا معنا سي ميلود من فاس. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيداير بخير؟ مرحبا سي ميلود. كيداير سي الدريدي؟ لاباس عليك خويا بخير. والله نحبك بالله. أحبك الله ورسوله سيدي ميلود، بارك الله فيك. أنا بغيت نحكي لك على واحد مشكل. تفضل خويا تفضل، خير إن شاء الله، خير تفضل. ما عرفتش واش ما راد فيها. الله يا خويا الله، شحال في عمرك سي ميلود؟ 25. يا قولوا بس. ديال المسواس بزاف. بحالاش؟ هذا الضوء خاص علي بداك الوسواس ديالها. بحالاش هذا الوسواس؟ واش أفكار ولا أفعال؟ غير بالهضره. هضره واش يعني في نفسك ولا كتقولها بالجهر كيسمعوها الناس؟ لا ما كتقولهاش بالجهر، بصح بيني وبينها وبعض المرات كتخلي السخط نرد عليها الهضره. دابا اعطيني المحور اللي كتروج حوله الافكار. واش حول المراه، حول الله، حول الصلاه، حول باك، حول امك، حول شنو؟ المحور ديال الافكار. مع بنادم ما عندهش الثقه، مثلا نقولوا التليفون ديالي صونا هكا ولا صونا عليا شي واحد، تقول لي شكون صونا عليك؟ تقول لي شكون هذاك اللي صونا؟ وهذا الشيء هذا الشيء امتى لك؟ هذه مرتك ياك؟ الو قطع الخط كنظن. نتمنى ترجع تواصل معنا. تفضل استاذ. هنا الله يجزيكم بخير. الفتاة المغربية، واحد الفتاة ما عندهاش دراية بتدبر الحياة بصفة عامة، وما عندهاش دراية بتدبر الحياة الزوجية بصفة خاصة، لأن الطريقة باش كتربى بواحد الشكل فيرتوال، بغيش نقول افتراضي، أنا قال لك العالم الافتراضي، افتراضي راه فيزيكا ولا مي، المليار اللي محطوطين عليه افتراضي. كل شيء محبوك، دروس الميتي ناسيونال دايرين دراستهم، مكاتب دراسه دايرين دراستهم، ما كاينش افتراضي. كاين واحد تواصل، واحد معلومه كتروج، والمعلومه داروا لها قنوات ديالها. داروا لها قنوات ديالها. وهذيك القنوات عطاوها الشكل. وملي كتكون في اي بلاصه فيها الشكل الا وعندها الرسم في غدخل، يتسمى الكانفا. ديال ملي كنسمع عن المفكر العربي تيقول العالم افتراضي كنعرفه مصيد، ضحكات علو المفاهيم، راه دايرين لك الكانفا. وسير عند صحاب الطابيسري وقول لهم يوريوك كيفاش كتصنع الزربية وغتشوف الكانفا اللي داويه له. واحد السكوليد العود محطوط على قدو يدوز فيه الخيط، هذاك هو الكانفا. كانفا راه فيه كادنا قفل قفله. افتراضي قال لك افتراضي، ترجمة ديال حمص كمون لهز علينا ودك على بدا، قال لها في البرد عطيها بغيت نشويه، عطيه حمص كمون تفرج لنا جات على الدكاله. والله العظيم بحال حاط له الحمد لله. هنا الفتاة المغربية تتفتن بالحدث اللي هو الزواج، تتفتن بالعلاقة الجنسية في ذاتها اللي ما كانش عندها لها استيعاب، كان عندها ليها فهم وما كانش عند ليها استيعاب. شنو هو الاستيعاب؟ انا نعاودو لكم. الفهم هو قدرة ديال الذكاء مع المعلومة والتجربة، يولي عندك الفهم.
الاستيعاب واخا يكون عندك الذكاء واخا يكون عندك العلم غادي يوقف عليك شي احداث بالفهم ديالك وبالعلم ديالك وبتجربتك اللي ما عندكش استيعاب حماق الموت يا الله سنشح واحد قاري وبالذكاء ديالو وتتموت له مو ولا بوه ولا مرتو ولا ولدو ولا بنتو ولا هوانيت وانيت كيقول له الطبيب راه عندك واحد الكونسير كذا وكذا وسيدي راه وتفرج ديك الساعه واش بالفهم ديالو واش بالذكاء ديالو واش بالعلم ديالو تيقدر لا تشوفو ما بقى يقدر لا يهضر ولا حتى حاشا كيمشي للمرحاض ولا حتى ياكل ولا تينعس كيبدي كيتفرتت اما اللي عنده الاستيعاب ديال هذاك الحاجه يثبت الاستيعاب هو واحد العالم من اهل الله اعطاه الله علم من عنده تيهضمها لك قلت لكم الاستيعاب عنده علاقه بالبيولوجي كيف الفيله ملي كتبغي تفطم اللي تيتزاد ولدها وتبغي تفطمه من الحليب تتوكل له الروت ديالها الغبار ديالها حاجه والخروج كتوكلوا ليه باش يقدر يهضم الربيع لاحظتوا هي هضمات له الربيع وعطاته البكتيريا وقالت له كول وليدي وتياكل الام اللي كترضع ولدها عندك وتسحبو كتعطيه غير الليبيد والبروتيد والبروتينات كتعطيه المناعه وكتعطيه واحد العدد من الاشياء من جسمها كتعطيه هي البكتيريا اللي كانت في جسمها كتدوز له هو واحد العدد ديال الجهاز المناعه تياخذو من جسم مو ها هو الاستيعاب البيولوجي باش غدا ملي غتعطيه خبيز هذاك الشيء اللي داز له مع الحليب انستال استقر في المصارن وتيقول له صيفط الخبز ملي كتصيفط له الخبز كيهضموا له الخبز اما لما رضعتيهش وتاكل الخبز قتلو صافي تفهمنا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان كيحنك للدري كيفاش التحنيكه راه مضغو ها هو الاستيعاب النبي صلى الله عليه وسلم مضغ طرف من التمر بعد ما دار له الهضم الاولي عطاه للرضيع ما بقاوش بزاف المسلمين كيديروها كتجي معيبه فيها عفن فيها عفن همك همك هذيك راه فيها تقييده في مقام الرجال باش ما يتكتبش له في نفسه بانها خلقاته كتكتب له غير ولداته فكيجي الرجل كيدير واحد البصمه على اساس راه كاين واحد اللي ساهم في الفعل ديال وجودك هو غائب سميتو باك مابقاش باغي يديروها لان كيعتبروها طبيه ما مزياناش شغل هذاك اللقاء بكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال البرنامج بكل وضوح وغادي نواصلوا باقي المكالمات ناخذ مكالمه اخرى معنا يونس معنا يونس من الرباط الو 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 يونس الو مرحبا السلام عليكم الو السلام عليكم سي ميمون مرحبا سي يونس كيداير بخير لاباس بارك الله فيك الله يحفظك استاذ امين انتم كذلك استاذ واخا ما موجدش داكشي مزيان ولكن نتذكر انه كاين مرحبا ما خاص توجد والو مذكرات الحباب هذه مرحبا بك تفضل استاذ بغيت نخطب واحد البنت وش نقول لك حاس براسي ان شي يعني ما عنديش مع داكشي ديال التعناب وكنقول لها حبيبه شحال في عمرك يونس؟ 25 عام 25 عام سادو والديا يعني شي انا مرات تيهضروا معايا ما تيقولوش زعما اجي خطب ولا شي حاجه ولكن تيقول توكل على الله وانت اش كيقول لوالديك؟ والديا تيقولوا لي اللي فيها الخير يا ربي يجيبه وانت شنو اللي جعلك ترتابك؟ اش نقول لك هي ساكنه على برا ما ساكناش المغرب ايوا مغربيه هي اول حاجه مغربيه هي مغربيه واش ساكنه ولا واش ساكنه غير تما ولا تزادت في اوروبا لا جنسيه استاذ ساكنه زادت تما زادت تما استاذ ثاني حاجه ثاني حاجه هو انه حتى هي ماشي صوفيا شويه من كتنتبع داك الشيوخ ديال الوهابيه كما تتقول الله يكبر الله حرام تهضر مع البنت وما تسلمش عليه وحرام تشم الهوا اللي كتشمو حتى هي حرام حتى هو لا ما وصل قول لها حرام تشمو الهوا اللي كتشميه نديرو هذوك ديال الغواصه وما تقول لها ما تجي حدايا جيب هذاك ديال الغوص عرفتيه
حيت هذا واحد السيده من العائله قالت لها نعطيك واتساب ديالو زعما تواصلوا. سيدي يونس، سيدي يونس، الوفاق الفكري هو المشروع ديال الزواج. الوفاق الفكري خص يكون الرجل والمراه متفقين في العقليه ديالهم وفي افكارهم، ما خصش تكون هي مشرقه وهو مغرب، ما خصش يكون هو في الشمال هي في الجنوب، هنا غادي يولي كارثه. تكون بنت العائله ولا ماشي بنت العائله خص الوفاق الفكري. هنا عاف اخويا انت باقي صغير وهي باقا صغيره، غادي تقول لها ودي الله يجازيك بخير كنحس بواحد الفرق كبير في العقليه. قول لها حنا المغاربه حنا الدري مع الدريه راه ماشي بالضروره، قول له راه حنا مختلفين على المشارق. المشارقه فيهم التناوي، حنا المغاربه ما فيناش التناوي. الدارجة كنقول بلا ذم منوي، هو كتنوض واحد البنت في واحد العرس راه بحال اختو عادي. العرس ديال العائلات الحرار المغاربه وراه تلقى الرجال والنساء مجموعين، ما كاينش هذاك الاختلاط الباسل، مجموعين اخوه. فباش اللي خصك تبع فيها انايا، تسلم هي ما تسلمش. ايوا ولد عمي حيد. او سلم سمالك هادي انت شنو فيك؟ او يا الضو غتقيس غتشعل بوله. وصافي ثاني حاجه من العائله، واش ماشي مشكل لك ديال العائله؟ شوف ولدي الزواج ديال العائله راه بحالو بحال الزواج ديال البراني، بحال بحال. يكذب عليك كذاب، تاخذ بنت خالتك ولا بنت عمتك ما تلقى مع السلاكه بحال برانيه، راه بحال بحال. بحال فعلا، لان غادي يولي الحال لاعب. الحال ديال المراه ملي تتزوج كتولي هكاك هي، وهو عاوتاني كذلك، راه راجل ومراه. النسب فين تيعاون؟ تيعاون انه تيعاونوك العائله. تجي منك خالتك ولا عمك ولا هذا. اما راه تلقى في بنت الناس احسن بنت عمك. تلقى في بنت الناس احسن بنت خالتك، ماشي ما تجعلش من العائله عندها شي مستوى زائد على البراني، لا. احنا عندنا مقام الاخوه، انما المؤمنون اخوه. يلاه. هو السوا بيناتنا ما بين الاخوه ديال الدم وما بين الاخوه ديال العقيده، هما مساويين. فهنا الله يجازيك يا ولدي، انتم شباب حرصوا على الزواج ديال التوافق الفكري. كتجي مراه مغربيه تزوج واحد مثلا ايراني، ولا تمشي تزوج باكستاني ولا افغاني. اي وحده دابا والده مع واحد حاصله كتستنجد وهكذا، قلت لها ولا لا واش انت مشيتي تلقو قلدي وتزوجتي واحد عقليه. هو الناس المحبه حاجه، فكروا في الطلاق، فكروا في الطلاق. راه كل تاجر ملي كيبغي يدير راس ماله في واحد المشروع تيفكر في الافلاس، وكل زواج غيكون فيه وليدات غيكون فيه طلاق. كي غندبروا الطلاق؟ كي غندبروا الطلاق؟ ما كنبغيش انا ندير التهويل نبقى نعاود الامثله والنماذج اللي كنعرف اللي فاشله في هذا الباب، ماشي طبيعي وما كنحبش انا هذا النوع، ولكن ننبهوا الناس. لا عفوا ولدي، ملي كيكونش هذاك التوافق الفكري ما تتامنش بافكارك. وتخيل دابا غدا يجي باك تقول لك لا ما نبركش معاه، تبرك مع باك لابس الخمار، يلاه باك هذا. هو جا جدك وجا 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 ولد خالك لا ما تسلمش كاع. هو مالنا حنا على حالتنا، واه. سيري اختي خودي افغاني وما دير هكاك، الله يعاونهم. حنا مغاربة لا. عندنا تقاليدنا، عندنا التوابيت، التوابيت المغاربة راه ما كاينش بحالها في التوابيت. داك تحب المغاربة راه ميعين ولا المغاربة راه التوابيت راه عندهم قدا قداش. التوابيت والوقار عندهم حضارة، حضارة عباد الله، حضارة. واش المراه الافغانيه كتغني الغرناطي بحال المراه المغربيه؟ تخيل يا سير شوف الحضاره الافغانيه، مع احترامي للثقافه الافغانيه والثقافه الباكستانيه، عندهم المراه كتغني الاندلسي. شو المقامات كي دايرين؟ شوف الشعر كي داير، شوف اللباس كي داير. كتبرك قدامك سيده كتغني الاندلسي، اللباس محترم، الصوت محترم، الجمال والكمال والثبات. اذا غنجي انا نتنكر من حضاره قرون هكا ونمشي نختار نموذج انسان حر، شغل ويداك. ولكن عفا ولدي انت الله يرضي عليك، ما تتبعش عندك وتسحب ولدي دار هكاك راسلك، عندك وتسحب ولدي دار هكاك راسلح. والله ما فاهمين شي حاجه، والله ما عارفين شي حاجه. كيجيو تيحطوا نماذج هكاك للناس، ويجي ويتصرف في الناس على اساس ما عندوش العقول، عنده غير السلوك. احنا ناس في الفكر الاسلامي عندنا العقل، عندنا العقل، عندنا العقل ثم السلوك وتصرف المعامله. العقل عندنا هو كل شيء. مرحبا.
إذا نواصل باقي المكالمات. معنا محمد من مراكش. ألو. 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 مرحبا سي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا سي محمد. لاباس. لاباس بارك الله فيك. أنا معك واحد دعي والله يطول عمرك. ألو. ألو. ألو محمد تفضل. دعي معك واحد دعي والله. تفضل عمو تفضل الله يكبر بيك. الله يجازيك بخير. تفضل عمو. الله يجازيك بخير سي بري. أمين سيدي محمد. ألف خير. الله يكبر بك سيدي محمد. يا ربي أمين. إن شاء الله تشافى من هذوك الأمراض اللي أنت. بارك الله فيك حبيبي. بارك الله فيك عمو. بارك الله فيك عمو. بارك الله فيك عمو. شكرا حبيبي. بارك الله فيك. الله يكبر بك عمو. بارك الله فيك أحبك. شكرا عمو. شكرا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا. الله يجازيك بخير. كنت ديجا تكلمت معك. مرحبا بك. أنا عندي 30 سنة. إيه. ديجا كنت قلت لك غادي نطلق الحمد لله على حساب واحد المشكل كان وقع لي مع السيده. المهم انا دابا قررت نطلق. وديك المره فاش كنت هضرت مع قلت لك ديك السيده راه قاسيه في القلب وداك الشيء وعاودتي صحتي ليا وضوقتيني ولد عمي راه كتعيش واحد العلاقه ديال السكيور ما عشتيهاش تبرك. قلت لي واحد العلاقه وقلت لي راه صعيب تخرج من قلت لي انا بحال بهذا الوصف هذا قلت لي انا كنفيبري كنتاثر بدغيا. انت اللي كبرتي يتيم. اه انا اللي كبرت يتيم. الله يجازيك بخير عقلتي عليه. الله يرحمك الوالد. والدينا والدي. المهم بغيت انا نعرف كيف غادي نخرج من هاد الدوامه ومن القصد نتاثر بدغيا. دابا انا فعلا كنتاثر بدغيا وما كنكبحش حتى النفس ديالي ما كنكبحهاش على شي حوايج ما عنديش كبح. عندنا شحال من لسان وعندنا شحال من سنة في الفم. لسان عندنا واحد. السنان عدد. عدد بزاف. شتي علاش سيدي ربي دار هذاك العدد كله الفم ولسان واحد. الحماية الحمية ديال لسان هما ذوك السنان يدافعوا عليه. الإنسان بلا صحابه بلا رفاقة غادي يبقى واحد لسان مترع. ياكل العصا. ولكن رفاقت ولاد الصالحين ولاد العائلات كدير لك حميه فلقيت اللي كتمشي وتعرفوك الناس انت مرافق مع فلان وفلان 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 ولاد الاخيار ولاد الصالحين ولاد العلماء ولاد الفقراء الصالحين ولاد القناعه ولاد الخدمه ولاد المعقول فملي كتمشي تبغي تخطب يقول لك واحد الحبس الله يرضى عليك لا انت بهذا الشكل وانا راني شفت الدار اللي باغي تخطب منها الله يخليك لا خي صاحبك تيحميك بحسنة وتمشي وتبغي تحط عينك على واحد البنت وهو كيعرف عائلته ويعرفها يقول في الله عافاك لا هذو ناس كذا وكذا 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 انت طبعك كذا وكذا كتقول له عاوني تيقول لك اجي نشوفك واحد العائله كنعرفها شتي لك انت فرادي هادشي كنقول لكم راه ما يفلحوش اللي غادي في ثقافه الكوتشينغ والترافاي سيغ سو والله لا فلح علاش لانهم منين جابوها امريكا واوروبا هاد الثقافه هادي منين جات منين جات جات ان عندهم مؤسسات في المجتمع مكادريه المجتمع ديال الغربي اللي كادري بالمؤسسات اللي كادريه شنو تيخصو يخصو غير يدير الهمه العاليه الشخص اما المؤسسات راه خدامه احنا ما عندناش المؤسسات خاصه الاجتماعيه ما عندناش اذا ملي كتجي تقول واحد دير انت الترافاي سيغ سوا وانت ما عندكش المؤسسات يعني كتخربق هل كتقول شي واحد وحك سنانك ونظف نيفك ودخل البحر ما كيعرفش يعوم فاش غينفعو حك سنانو فاش غينفعو يغسل ودنو ولا غيغرق غيموت شنو خصنا خصنا نشتغلو نخلقو مؤسسات كيف داروها الناس عرفتي فوقاش كنستعمل نخلقو في المؤسسات ماشي في الديكور ديكوراتريس نخلقو له واحد يا لالا ما غتخلقي والو الله يجازيك بخير غتبدعي فهنا دائما الرفاقه كنستلهموا من مقام الصحابه كتشوف صاحبك كتشوف صاحبه جوج ديال الناس ثلاثه اربعه كنترافقوا هذا نجح في تجارته هذا نجح في البيع والشراء ديالو هذا نجح في قريته هذا نجح في دراسته هذا نجح في عمله كنجتمعوا كنبقاو نترافقوا كيبقى شي يسهر على شي بحال العين على العين بلا طمع بلا تحزب بلا 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 شي حاجه غير لله في سبيل الله اخوه في الله سبحانه وتعالى وتفرج
كتبقى بهذيك الشخصيه الضعيفه هي هو غتسلك بها هذيك حامينك. واحد قوي يجبرك الله تيغطي عليك، واحد ذكي تيغطي عليك، واحد قافز تيغطي عليك، تخيلك تجمعوا 10 15 20 بحالك. اما بوحدك باش تجمع كاع الصور ديالهم تقدر، ولكن تقدر تكون صعيبه. ناخذوا مكالمه اخرى. نور الدين من الدار البيضاء. الو الو الدين، مرحبا سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. دايروا استاذ بخير؟ مرحبا بك. وما موجد ليك اليوم، ديما كنعيط ما كيشدش ليا الخط. سيدي شفتيني اليوم ياك. ايوا سيدي شوف انت تتوجد وما نشمتوكش. لا 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 ما نعاودش. لا فين باقي نشدك دابا ياك. لا 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 لا. مرحبا مرحبا سي نور الدين. مرحبا. عندكم واحد البلاصه كبيره في قلبنا بزاف. بارك الله فيك سي نور. ومعاونينا بزاف وغاديين معنا زعما. الله يجيب نفسك. كنت انا راه شفت واحد التيب ديالك في التلفازه، قلت الله الله انا مندريبي غنبداو نتفرجوا في التلفازه. والله الا فرحت. الله يكرمك. قلت الله الله بدا وليداتنا بعدا يشوفوا ويسمعوا. الله يخلونا. ولكن اش نقول لك، والله الا مرتبتكم في الجنه لا انت هذيك. يا ربي تجي نفس يا ربي تجي نفس. كنفرح وانا كنتصنت لكم زعما. بارك الله فيك سيدي نور الدين. بعض المرات راه كنبقى في الطوموبيل جالس باش نبقى كنتصنت. هذا كيجي عندي شي واحد كيقول تاج جالس كدير هنايا. قول له ودي خليني راه الحال شادنا الحال. والله الا كنستافدوا بالقلال الحال. حالك لكن كل يوم انا دريبي هو وزير السعاده. دريبي خاصو يكون وزير السعاده. زوينه هذه والله الا زوينه. زوينه هذه الجمعه هذه. الشريفه اللي معاه تكون المنتدبه ديالها. ونشوفوا عطانا مشروع حكومي غنمشيو نديروا احداث وزاره السعاده. دابا مثلا واحد دكتور بحالك انت كيفك لينا واحد 40,000 ولا 50,000 ديال الناس مثلا الازمات ديالهم وكيعطيهم حلول. راه اللي بغينا حنايا بغينا حنا. شوف حنا اولدي عندنا واحد المبدا في الاسلام اللي هو مقام المذاكره. الحمد لله. الله سبحانه وتعالى مسمي من اسماء الكنايه القران الذكر. الحمد لله. وتيقول لنا ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. ايوا شنو اللي جعلني في هذا المقام غير انا شويه مقنع وداخل سوق راسي وكنبغي نفهم. شتي الانسان قد ما خدا وقت باش يفهم ربي كيسخر له الفهم. اما كنت مجلي في هادي وفي هادي في هادي غتلقى دماغي مشتت ما غنفهم والو. لا تبارك الله عليك. الله يبارك فيك عم الله. عندي واحد السؤال هو ماشي يقيقتني شويه. تفضل. ولكن بغيت غير تدوي فيه. هو مهم بزاف في الوقيته هذه اللي بزاف تلاحوا ليه دابا. هو السلبيات ديال هذا الشيء ديال الواتساب وهاد لي فيديو وهاد التخربيق هذا بالنسبه للناس اللي مزوجين. لان دابا ولينا كنشوف واحد الظاهره مثلا الناس مزوجين وعندهم وليداتهم وهذا وكيريح في القهوه باش يبدا شاد الويفي وبدا يتيليشارجي لي فيديو داكشي كيصيفطو لصحابو باش ما يدخلش للدار وهذا. وهاد الحاله هادي فيها بزاف ديال الحوايج يعني هادشي اللي كيتصافط بزاف. ومؤخرا بدا كيخلق مشاكل يعني في وسط العائلات وهذا. يعني عائلات اللي قدام دابا الطبقه اللي كنقول لك عليها الناس اللي عندهم 46 عام وعندهم 50 عام وهذا ولاو كيتلاحوا على هادشي ديال لي فيديو هذا. واش عنده شي تاثير نفسي على بنادم؟ طبيعه الحال طبيعه الحال بالنسبه للمعامله ديالو مع الزوجه ديالو. طبيعه الحال طبيعه الحال اولي طبيعه الحال. مرحبا مرحبا وشكرا على هذا النضج وعلى هذا الحب لوقايه البنيه النفسيه العاطفيه الفكريه للمواطن. تبارك الله. هذا هي المواطنه على ذكر الجوله اللي تكلم عليها سي نور الدين. هو واحد العدد تقريبا الحمد لله احنا 7 سنين في مين راديو بكل وضوح. ما بغيناش المغاربه مع الراعي الرسمي للبرنامج ما بغيناش المغاربه يوقع عندهم واحد الانطباع بانه راه كل شيء المغرب مشاكل، لان احنا كنروجوا المشاكل ديال الناس بحكم المذاكره وتسهيل نعثروا ان شاء الله نلقاو الحلول للناس. ما بغيناش المغاربه يظنوا بان المشاكل غير مشاكل مشاكل. فارتأينا انه كل واحد الجوله نوريو مغرب السعاده، مغرب القناعه، مغرب الابتكار بالاشياء بافكار بسيطه ولكن نجحوا بها وناس نجحوا فعلا. تبارك الله. راكم شفتوا الشاب ديال برشيد كنحييه اللي صيب موقع في جرده.
جردة وبدعوا في المناطق ديالهم ماشي بالمناطق ماشي بالدار واجد الديمقراطيه ماشي هي انك تقول انسان انا كنعطيك الديمقراطيه توصل له الماء والضوء وتوصل له الانترنت وتوصل له الوعي في بلاده. الشاب بن ويدان اللي كان كيدير السياحه في نواحي اكادير ومشى ورجع للدار ديال جدو اللي ولد فيها باه ودار فيها مشروع وباه ما بغاش ومشى استعان بجدو قال لجدو اقنع لي الوليد باش يخليني والجد دخل على الخط وقال له اجي ولدي مرحبا واللي ساعده هو حب منطقته بالويدان حب هذاك الجبال الناس حبابي ديال الدوار اي تعليف في مناطق ديال تيزنيت نساء ما عندهم والو راكم شفتوا الحلقه ربما ما عندهم والو عندهم شنو حب انهم شادين الدوار ديالهم القبيله مقابلين العجازه ومقابلين الولاد الصغار فراكم شفتوا الابتسامه والحفاوه والقناعه والشجاعه باش الناس يقول لك ودي لا انتم معاونين الله يجازيكم في الدار البيضاء وفي مدن اخرى وحنا حتى حنا هذا راه هو الرباط على المغرب عاصمة الرباط هكاك لان الرباط من جايه واصبروا وصابروا ورابطوا لعلكم تفلحون الرباط هو انك كانك كتربط نفسك واحد الموضع كتقول انا غنخدمه انا ما غنمشيش انا ما غنحيدش منه فهذا هو الجوله الحمد لله اللي نتمنى الله تكون عجبت المغاربه ولو ان ذاك الوقت قليل باش تبين فيه كل شيء ولكن عندكم الانترنت تشوفوا فيه الحمد لله المده اطول. واخا استاذ الا سمحتي نرجعوا لموضوعنا وحنا كنتكلموا اليوم يعني على هذا الموضوع واش يعني في الزواج خاص يتحركوا بجوج المرجعيه والسلطه باش يقدر الواحد يسلك في العلاقه الزوجيه بواحد السلاسه وبغيناك تعطينا بعض الامثله باش تزيد توضح لنا في هذه النقطه. هو لابد ما يخصي على الانسان اللي باقي متزوج او لم زوج بان من شروط الصحبه الصادقه والصالحه ان واحد الاخر مع بعضهم البعض خصهم يكونوا مرجعيه لبعضهم البعض وما يمكنش تكون في المرجعيه وما تقبلش السلطه الاخر راه في بيت الزوجيه راه مشروطه يعني المراه كترجع لزوجها في الكبيره وفي الصغيره وهو ترجع لها في الكبيره والصغيره ماشي باش كتكون خاضعه له وكتقول له حيت راه سمحات عندنا في واحد الثقافه كيروجوها واحد الناس اللي يثبتنا ويثبتهم ديال كيعتمدوا على الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كلما امرها اطاعته راه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلما امرها معنى صيغه الامر كتكون في الاحداث اللي كبيره في عرس في جنازه في العافيه شاعله مسافرين الزنزال هنا الامر اما الصيغه الاخرى كلها من غير هذه الاحداث الكبيره كنكونوا في صيغه الرجاء كنكونوا في صيغه الاداب صيغه التلطيف وهو كذلك اذا شنو دابا صبح في الوقت المعاصر راه بغاها تكون مرجعيه ملزم من نفسه ما يمكنش تعيش بلا مرجعيه ما يمكنش مرغم ولكن دم سنانه السلطه هنا تنقول لكم لا بغيتي تربح مقام الصحبه الصالحه من مرتك وهي تربح من رجلها خصهم يكونوا بجوج شنو الشروط باش تكون في مقام المرجعيه والسلطه شنو الشروط يخصك تكون في مقام الادب والرافه علاش هي سميتها المرجعيه لانك طالبك بمراجعه نفسك كترجع له كترجع ليها انها مرجعيه كتقول انا مثلا غادي مسافر كذا وكذا وكذا ايوا في هذه السفريه غنتلاقى مثلا واحد البنات كانوا قراو معايا وغادي نديروا واحد الحفل وشويه شاف هو بان وحده في الصديقات ديالهم اللي كانت تقرا لابسه واحد اللباس شويه مثلا كيبين صدرها بزاف وهذا وقالت له ندير معاك سيلفي شتي اللي عنده مرته مرجعيه غيقول صاحبو اجي حدايا وغيدير صاحبو بينو بين هذيك الصديقه ديالو اللي بغات دير سيلفي اما اللي غيدير العفويه بانها راها مثلا خته كبر معاها وهذا ولكن راه مرتك غادي تغير غدا غتشوفها وحنا داويين مع سي نور الدين هو قالها غدا غتشوفها هي في شي موقع من هذوك المواقع وغتشعل غتقول له مادام عبرتينيش ودرتي راسك بحال اللي ما كنتيش مزوج ونسيتي كذا وهي عاوتاني ثم مثلا بغى الانسان يقوم بشي برنامج
ولا بغى يدير شي فعل كنستحضره، ماشي كنهزو التليفون تناخذو الاذن. الو حبيبه راني واقف حدا مول القبص، واش ناخذو غبره ولا ناخذو حجره؟ قولي لي. ماشي هكا، ماشي بهذا الشكل. هنا راه كنديرو العبث، كنردو بنادم دري صغير، راه رجال ونساء، يعني خصو يكون عنده القدره في القرار واستحضار المراجع والعقليه ديالها والاذواق ديالها في هذيك اللحظه، باش هي ملي كتجي وكتلقى هذا الفعل كتلقى راسها حاضره. كذلك ملي كتقول له ولا حنايا في قبيلتنا ولا حنا في دارنا كنديروا كسكسو بحال هكا، دير حتى هو عنده اذواق، حتى هو مره ديريه بالذوق ديال والديك، ومره ديريه بالذوق ديالو، ومره ديريه بالذوق ديال دارك، بيت زوجيه بدعي. فملي غتاخذ من ذوق امه وذوق امها، وملي غتاخذ كاين اللي كتلبس عادك اللباس ديال قبيلتها وهي جايه من وجده غتلبس له على وجدي، هو شمالي ولا الشلح ما عندوش حق. مره غتلبسي لباس وجده، مره غتلبسي لباس ديال الشلوح، هو مره غيلبس لباس الشلوح، مره غيلبس ديال وجاده. تخيل ملي غادي يلقح يدير شويه ديال وجاده وشويه ديال الشلوح وشويه ديال البيضاوه، ها هو الاجتهاد، ها هو كيطلع الابداع. شنو كيبقى؟ كيبقى انه ملي كتكتمل حب المرجعيه والسلطه، استعمال الادب والرأفه، المرجعيه كتطالبك بالمراجعه، كيوقع لك الاتصال. لان هادشي كله مقام غيوصلك للاتصال. الاتصال شنو هو؟ راه بحال اللي تيولي بينك وبين مرتك واحد الويفي، تتولي مفاهمين بلا ما تهضروا. اذا هنا هاد الفشل اللي حنا داويين عليه اليوم، ان واحد الراجل كيهرب من بيت الزوجيه، اذا سمحتوا نتكلموا في شي بعض النقاط ديال الحياه اليوميه اللي كيفاقم هاد العقليه هادي. انه كل واحد فينا عنده شي نقاط كيدمروا البنيه ديالو، كيفروح. كاين اللي كيفروح ملي كينقصوا الفلوس، كاين اللي كيفروح ملي كيقل الاهتمام الاخر به، كاين اللي كيفروح ملي كيجوع وما تياكلش بالذوق اللي بغى ياكل به، كاين اللي كيفروح لانه في بيت الزوجيه عنده غا خص 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 خص، لانه لابس واحد الكسوه وهذيك الكسوه مكتوب عليها الخص والقنيه وخزه. كاين اللي كيفروح انه ديما تلقى غير المشاكل قدامه. مرة كتقول له المشكل ديال الدري في المدرسة، المشكل البنت في المدرسة، المشكل ديال السوكان، المشكل ديال الحمام، المشكل ديال الكوافور، المشكل ما كاين على المشا المشا المشا، هو غايت كلب. المش كيجري على الكلب. أو تيوليو مشرقين الفيلم. إذا ما تجعلوش من أنكم تخرجوا من الجبن بالجعرة. هو معايا مزيان هذه النقطة، الله يجزيكم بخير. عندك تحب شي واحد اللي كيغضب راه شجاع، داك راه جبان، راه ما قدر يخرج من الجوب ديالو تجعر. شكون هو الشجاع الحقيقي؟ ما تيجعرش، تينتقدك وتيقول لك الا بقيت على هذا السلوك راه هذا فراق بيني وبينك، راه ما نجعر عليك، ما نسبك، ما نضربك، ما والو. ولكن الله يجزيك بخير شتي هذا السلوك هذا، وشتي ديما تتكلم معايا وديما تتقول لي غير المشاكل وهذا وهذا وهذا، شتي هذا الشيء اللي ما تبدلش راه غيكون فراق بيني وبينك. اما شتي هذيك المرة اللي كتشوفها هذاك الراجل هذاك راه جبان، ما تيقدر ينتقدك حتى كيجعر. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم استعد قال: اللهم اني اعوذ بك من الجبن والبخل. مرحبا. غادي نتوقفوا مع فاصل مستمعينا ونرجعوا نواصلوا برنامج بكل وضوح. نواصلوا دائما باقي المكالمات من خلال برنامج بكل وضوح. معنا مكالمة من سيدي قاسم. مرحبا سي محجوب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا سيدي. الله يبارك فيك. مرحبا خويا. اهلا سيما مبارك دريبي الاستاذ العزيز ديالنا. بارك الله فيك، احبك الله ورسوله. غالي انا ما عندي حتى شي حاجه، عندي الحياه سعيده. الحمد لله. نشكركم. لا شكرا عزيز. ونخليكم على خير وطلعوا لي في راسكم وجعلوا جزاكم بخير. شكرا شكرا بارك الله. كثر من امثالكم ونشكركم الشكر كثير. لا شكرا على وجهك. وين داك الشيء اللي غنقولوا لك راه بزاف، المهم ماشي نقول لك. بارك الله فيك خويا. صحتك وليداتك. يا ربي امين خويا. وليداتك والاخوان اللي معك كاملين. بارك الله فيك. بارك الله فيك، احبك الله ورسوله. شكرا لك بزاف سي محجوب على تشجيعاتك الطيبه. مرحبا، الله يبارك فيك. استاذ دائما في موضوعنا وحنا كنعرفوا يعني تكلمنا على يعني ذاك التحمل، الواحد ما تيقدرش ما تيبغيش انه يتحمل المسؤوليه وتيحاول انه يهرب منها. تكلمنا على المرجعيه على السلطه بالنسبه للشخص. علاش دائما ملي تيكون مثلا قبل من الزواج تيكون يعني مسؤول على نفسه، الشخص يكون مسؤول على نفسه،
يعني مباشرة من بعد الزواج كل شيء كيكون عنده واحد الاستعداد على أساس أنه الزواج راه حاجة أخرى، مرحلة انتقالية أخرى. واحد تيكون من قبل الزواج مسؤول عن نفسه، من بعد كيولي مسؤول على الزوجة، على العائلة، على الأسرة. علاش هذوك الأشخاص، يعني بعض الأشخاص اللي كيكون مثلا بحال ما عندوش واحد الاستعداد، ما داش واحد الاستعداد واحد التهيئ، وكيدخل للزواج وعاد كيبدا مثلا ما كيقدرش انه يتحمل المسؤوليه، اولا تيهرب منها بشكل من الاشكال، اولا تيعيش هذا المشكل ديال المرجعيه مع السلطه. هو لاله واحد العدد الناس اللي يثبتنا ويثبتهم كيبغيو يتعاملوا مع الزواج بحال صاحب. صاحب من دابا كندوي عليهم من شكل 100 ماشي مقام المصاحبه. شنو هو الصاحب الكونكوبيناج؟ هو تياخذ من الاخر الحلاوه. صاحب كي تمشي معها الريستوران ما ينفق عليها، ما يصرف عليها، وقع عليها مشكل كتعيط لباها، ما يمكنش يوقع عليها مشكل تعيط لصاحبها، غتمشي للبوليس مع صاحبها، غتمشي للمحكمه مع صاحبها. اذا كياخذ غير الحلاوه. الحلاوه واش كاين شي واحد اللي كراه يعيش حياه فيها غير الحلاوه؟ يعني يتمتع بها جنسيا، تمتع به جنسيا، ما كاين نفقه، ما كاين. اذا شنو هو برهان المحبه؟ شنو هو برهان؟ برهان المحبة هو أنك تتنفق عليه وتتحمل الصعاب على ود الرفاقة معاه وتتثبت نفسك وتصبر نفسك في ذاك المقام. هذا هو مقام المجاهدة. هذا مقام عالي جدا ماشي سهل. راه وصلوا له ناس لا بلا قراية بلا والو. علاش وصلوا له؟ لأن عارفين أن هذه الحياة هي حياة العمل والكد والسعي. هيش شونتي بالفريز. دار كوكايه في البحر، واش واحد كره كرسي على البحر تاكل الشونتي والفريز؟ او راه توا وحدك شي تلفازه كبيره في الافلام وما انطا مغطي ولا كليماتيزو كيبرد في الصيف. ورا الجنه خصك تتعب. بعض المرات كنبغي نضرب واحد الرعده في مخي. كنمشي نشوف هذوك الوثائقيين، هذوك الناس اللي عايشين في شي جبل. والله الا قلت لك الغدا ديالهم شنو هو؟ جوج ديال الزوج، عائله اربعه الناس، خمسه غياكلوا جوج ديال الزوج، غياكلوا اربعه جرادات. غير كيدير جراد في قطيب العود بحال هكا اربعه، يشويهم تيعطي لمو جراده، باه جراده، جراد كدك. ولاد صيدوا الزوج راهم عندهم الزرده، واتخنا كل الزوج حنا فين حصل لينا فهمنا كي نديروا له. وتيقول له هذاك الصحفي واش ما تخرجش من هذه الغابه ومن هذه الغار تمشي تعيش في المدينه وتخدم؟ تيقول له شكيت عليك؟ هاز مو شيباني يديرها بحال هكا، وباه شيباني وكيخرج من الفجر هو يقلب ويقلب باش يصيد جوج بنبلة. عندك صحابو كيصيدوا راه بنبله، راه كيرشق جوش بنبله. اما الا مشيت تلقى شي شجره فيها الفواكه عندو العرس. شحال خصو يضرب؟ والسعاده. واحد اخر في واحد الجزيره ما فيها والو، جوج نخلات والبحر. عايشين فيها هو وعائلته. مشى داك الصحفي كيسولهم. عائله كيتغداو بوجنيبه واحد. واحد بوجنيبه تبارك الله قداش قلده، كيصيدوا واحد ماشي عشره. واحد كل واحد كيشد رجل هاك ترجل 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 ودير لهم ربي واحد القناعه، كياكلوا هذوك بوجنيبه ويمشيو لخدمتهم. شو الفلوكتهم بقى قلب صيد هذاك البركه اللي كيصيدوا تيبيعوها تيقريو وليداتهم اذا السعاده فين هي؟ في انك توصل للحريه، تكون حر، تبقى انت تتصرف كيف بغيتي وهي تتصرف كيف بغات، والولاد نقلبوا لهم على الخدمات اللي غربيهم ونديروا واش هذه السعاده؟ ولا السعاده هي بحال الحديد، ما الحديد خصك تدخلو في بعضه البعض، كيتصدع الحديد كتكون كطوي الحديد اسمع كيفاش كيتكلم علاش؟ لانه مجد، ولكن لقيت اللي كيشد الحديد في الحديد ما كيدوش فوق منه الطنك، كيدوش فوق منه الطنك، كيدوش فوق منه الاعلاف الحديد مع الحديد. علاش نبدي لا توريفل؟ كلشي حل فمو فيها بالحديد. علاش دارت؟ دارت باش تبين القوة ديال واحد البلاد فيها التحدي. هذاك الصنم اللي عند أمريكا شاد الشعلة.
هداوه الناس اللي صيبوا لا تريف في الهداوه الامريكا بالحديد، وانزلنا الحديد في بأس شديد ومنافع للناس. نقولوا فلان قاصح حديد، ما معنى حديد؟ ماشي من القساوة، من التبات، من الصبر، من اللي كيتطوى خصو يتطوى كيحني راسو كيتطوى. ولكن فوقاش كتبين العزيمة ديالك؟ بعد 30 40 50 عام من اللي كتسلك ولادك وكتسلك المشروع كتقول لك هذيك المرة كتعترف لك كتقول لك ناري انا راه ما سهلش يا خويا غلبتيني في الصبر ديالك. وهو تيقول لها ناري اختي انا ما سهل وخلفتيني بالصبر ديالك. ما كنقولوش الناس انك تلدد في الاذى ديالو عندك، وانا الصبر ما كان عمري ما قلت اللي كيتاذى وتيتاذى ظلما كنقولو صبار، كنقولو تما صبارش. شكون الصبار؟ هو ما تيأذيكش ولاني ما تيرغبكش في نفسه، ما محببلكش نفسه، ما تيأذيكش، ما كيسبكش، ولكن خشين، ولكن عنده واحد القسوه وانت تتغلف عليه بالحرير. شتي بحال ديك العنكبوت، شتي بهذاك الخيط ديال الحرير ديالها؟ ياك الحرير شنو هو؟ الصوف ديال الدود ولا ديال العنكبوت؟ ديال العنكبوت راه بالقوه وبالسمك اللي عطاه سيدي ربي كعرفني وكندرو بصبعناك ونقطعوه، ولكن الا جمعنا 100 خيط ديال العنكبوت الله قطعتيه بصبعك يقطع لك الصبع. فهذاك الحجر الرقيقه هذه هي مقام المحبه، هذا هو مقام الرقه، هذا هو قوه الرقه، هذوما النساء كتبقى تتنسج. ماشي قلت لكم من التسلط، الله يهديكم، شحال من مره كتسحب بانه راه ان الراجل خصو يكون بين يديها وتسلط عليو، راه ما يقبلش الراجل التسلط، ما تقبلش المراه التسلط، الله يجزيكم بخير. راه عندنا في الاديان ديالنا ما كنحبوهش، ولكن راه من شروط نجاح الصحبه انها تكون فيها المرجعيه ديال بعضكم البعض، وتكون فيها تقبل وحب السلطه نسبيا بعضكم البعض. شتي ملي تتحط هادي، ثم كاين بعض الاشخاص اللي كيقولوا لي فرونسي براكاسي، اللي كان جار رباه، جار همو، جار اختو، وشوي ولقى واحد الهبطه، هبطه بحال هكا بدا كيدردب، صحاب راسو راه غادي وراه هابط، وقيت اللي لقى طريق مواطيه وطلعه هو يحصل. هذا ما داويش عليه من هادو، هذاك 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 حشومه وعار نزوجوه ما نقولوش للمراه. تخيل واحد سيده مزوجه واحد السيد ولد معها وليدات، دازت واحد مده على زواجهم، حبت خدمته وبدا خدام شيفور ليها ولولادهم، ولكن شيفور في واحد الكاتكات واللباس الأناقة واللغة والخطاب ديال النقعة والواقع، ماشي تيقول مرتو عطيني، لا لا لا، تيقول لها رب فضلي باش نجحتي. هو ما خدامش وما تينفقش، هي خدامة وكتنفق، وهو كيدي الدراري واللي كيدي الدراري يجيبهم هو الشيفور. انا كنسمي نضرب البلاصه اللي فيها الكينيه، راه نعطيك الكينيه المجد، نعطيك المجد، نعطيك النعت، منين نسمي راه نسمي، نعرف نسمي شيفور ولد عمي، ما عندكش قح في الدم. المراه حارت، قالت لي يا سيدي دري باش ندير، قالت لي جابوا لك الله سرجي. المراه الكينه جاتها قاصحه، اللي هو طاح حبك على الجحش، شغن ندير لك؟ شتي دابا هنا؟ لا حتى هذا ماشي شرط الصحبة، لأن دابا شي راجل باقي شاب صحته غيخلي خدمته وما رضاش يمشي يخدم عند الناس، حتى علاش ما بغاش يخدم عند الناس؟ علاش؟ حيت ما بغاش الطاعة، حيت لو خدمتي عند شي واحد غطيعو، يقول لك أجي أسي مالك جاي معطل، جاي هو غير صنهرفك، غادي يقول لك في غادي باقي الوقت، غادي يقول ما تقنتيش. إذا دابا لاحظتي هو دار راسو حنين، هو دار راسو كيبغي ولادو، هو دار راسو كيبغي مرتو، هو جبان ما باغيش الطاعه ديال البراني والعز حدا مرتو. هي ما تقدرش على هذا المقام، شكون يقد عليه؟ لو كان بوه حر، ولكن هو راه جايبو من عند بوه، وبوه جايبو على سلاله، تا هو راه الشجاعه على سلاله، والجبن راه سلاله، وثقافه الجحش راه سلاله،
مرحبا. هادشي اللي بغيت نقول لك استاذ، دابا داك البلوكاج ديال الشخص اللي قلتي في السمع والطاعه، الطرف منها تيرجع للمسؤوليه ديال الوالدين ما كيدربوهمش بحال دابا السمع والطاعه، ما تيحبوهمش، ما تيحبوهمش على التحبيب. التحبيب، ولكن ملي تيكبروا تيلقاو صعوبه في التغيير، ملي تيبدا يكبر وكيدخل مثلا للزواج كيلقى صعوبه. شتي لالا، الاعتراف فضيله في هذا المقام. هذا ماشي عيب تقول ما كنبغيش الطاعه، ماشي عيب تقول دم سناني طاعه، ولكن بحضورك في موضع الطاعه وباعترافك بانك لا تحبها فضيله. اما في انك تحتال بانك راك تسمع وانت ما كتسمعش، وبانك كطيع وانت كدير ريك، فهذاك راه نفاق، وهذاك تيولد المصايب في البيت، وتيولد واحد الضجيج في الاطفال حتى تيرتابك عليهم الحقيقه. هو الحقيقه راه خصها تبان، خصك تبين الابيض وتبين الصفر، وما خصكش تخلي الدراري الصغار تختلط عليهم الوان، لان الا اختلطت عليهم شنو تيطرا؟ تيفقدوا الثقه في هذاك النموذج، تيبداو يقولوا هذه العائله وهذا المجتمع كله نفاق كله كذب. حنا كوالدين وحنا كرجال وكنساء عندنا واحد المقام اللي هو مقام الصدق مع نفسك. كاين المراه اللي دم سنانها ما تحملش الراجل يقول لها فين غدا؟ ما كلبش هذا اللباس، علاش درتي هكا؟ هي راه غدير لي فريه، غدير لي فريه، ولكن علاش تحرمي في ان يقولها؟ فكاين اللي غتخليه يقولها غتراوغو، كاين اللي غتقمعو ما خصوش يقولها، والا مشات قالها راه غطلقو. هذه ظالمه، هو ظالم لانه مشى لاقصى التناقض. هذا هو اللي كنقول لكم خذوا اللي صالح لكم. هو غتمشي تزوج وحده لقيتيها خارجه من بواط، وغادا سهرانه في واحد لوطيل، ما تزنيش ولكن عا كتغني، عا كترقص، ولابسه الميني جيب، ولابسه الديكولتي، ودايره الالوان في شعرها، وكتقول ليها ربات بيت، منين غتجيبها لي هذه؟ شنو مثقفه كدير؟ شنو كدير؟ اذا خص الانسان ملي يبغي يدخل لبيت الزوجيه، والمراه ما تبغي تعاشر واحد راجل لبيت الزوجيه، ماشي خص ضروري نرتاح له، خصني نشوف كيدير علاقته هو في العمل ديالو، كيدير في السياقه السياره ديالو، كيدير في احترام. مؤخرا جاي في الطريق بحال هكا، وكاين واحد البراج ديال الدرك، واحد الحبيب من الدرك كاين، وقفني وقفت وراقي سيدي وراقي، علاش تدري باش ما فتحش ليا؟ علاش خذت نقولها لك؟ انت درتي خدمتك وانا قلت له خاضع، ويتلف صاحبه قال له مالي انا خويا صقع نخرج انا على المواطنه، والمواطنه راه مقام عالي، تسال في المواطنه، المواطنه كتعطيك شوف المغرب الحمد لله باش رابح بالتابعات ديال المغاربه ملتفين حول امير المؤمنين، تخيل هكا تيمشي على اللحظه تنميلو معاه، يمشي على اليمن نميلو معاه، يوقف نوقفو، يركع نركعو، ينعس نفيقو، ينعس الشريف نفيقو، ما نعسوش. علاش؟ حنا هما دوك السنان، هو العقل، هو القلب. شوفوا دابا شحال من شهر ما عندناش حكومة، بخير وعلى خير، ناشط الله تدوز 100 عام وناشط. شحال من كسر تما ولا بان. شكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعة والاستماع للبرنامج. بكل وضوح ما تنساوش حلقة إعادة كتكون يوميا من الاثنين الخميس من 11 ل 1 ديال الليل، ونتمنوا لكم مساء سعيد برفقتنا على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم. صريح مباشر، ما كنستروش على المشاكل وعلى التحديات اللي كتعوق نجاح المغاربه في المغرب. مرحبا بكم بالتحيه ديالكم بالصراحه اللي تعودناها مع بعضياتنا على ميد راديو من 6 ل 8 من يوم الاثنين الى الخميس. انتظرونا.